طيب اول حاجه هنبدا بيها هي الرقاق. فانا عندي رقاق، في نوعين من الرقاق في السوق، في نوع رقاق طري زي اللي معايا هنا دلوقتي ده اللي هو شبه شويه العيش بتاع الشاورما، العيش الصاج، وفي منه الناشف. ايه الفرق يا اميره؟ مفيش فرق خالص غير في كميه السائل. كمية السائل اللي بديها للرقاق الناشف أكتر، اللي هي في شوربة يعني، أكتر من اللي بديها للرقاق الطري، بس كده، ده الفرق الوحيد، بقيت كل حاجة هي هياها. يبقى عندي رقاق طري أو ناشف، أنا عندي النهاردة طري، نص كيلو لحمة مفرومة، زبدة أو سمنة، وأنا طبعاً بفضل سمنة بلدي في الرقاق الصراحة، ملح وفلفل حبهان لورا مستكة، قرفة جوزة الطيب 7 بهارات، بصل مفروم ناعم، مرقة لحمة حلوة، مرقة لحمة ضاني، مرقة لحمة بتلو، مرقة كده شديدة يعني، مرقة بط كمان بتبقى حلوة جدا معاه، والسمنة وعلبة قشطة أو شوية من القشطة بتاعت وش اللبن. أول حاجة هعملها إن أنا أعصج اللحمة، ودي في حد ذاتها وصفة. هنا معلقة زبدة او زيت، بس انا هحط البصل الاول لان انا مسخنه الطاسه قوي، فلازم اسحب الحراره الاول بالبصل وبعدين انزل الزبده معاه عشان ما تتحرقش اهو. يبقى ادي بصل، زبده، ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب، قرفه، 7 بهارات، مستكة، لورا، حبهان، ثوم مفروم، شميت ريحة التوابل كلها أخدت التشويحة بتاعتها، أقوم منزلة اللحمة على طول، نار عالية جدا جدا ما توطاش أبدا طول ما أنا بعصج اللحمة. التقطيع بتاع اللحمة بيكون بسن المعلقة مش بالضغط على اللحمة كده عشان ما نزلش العصارة اللي فيها، كده مش كده عشان ما ننزلش العصارة واللحمة تنزل ميتها وتنشف، على نار عالية جدا، وهفضل أقلب لحد ما تستوي. يبقى احنا كده عصجنا اللحمة. في الطاسة الناحية التانية هحط السمنة البلدي اللي أنا هعمل بيها الدهان بتاع الرقاق. طيب اول حاجة هنعملها الشوربة هنا، وبعدين السمنة هناخد هنا نبطن كويس جدا بالسمنة البلدي، نبطن كويس قوي قوي قوي. اول تكة في الرقاق ان اول ورقة من الرقاق ما تتبلش بالشوربة، هتتحط من غير ما تتبل اهي، وبعدين هديها سمنه، وابتداء من اللي جاي ده بقى هبتدي انزل الورقه في الشوربه تنزيله خفيفه جدا لانه طري فيدوبك تك تك، وبعدين ابتدي احط هنا، وتتقطع مني ولا تفرق معايا خالص ولا هتفرق معايا في حاجه، وهديله السمنه برضو. نرجع تاني للرقاق، اهم تكه فيه السمنه البلدي، تاني تكه فيه قلنا بنحط سمنه بلدي كتير تحت، واول ورقه من الرقاق تكون مش مبلوله بالشوربه، بعد كده ما بين كل طبقه وطبقه بنديله سمنه وبنديله قشطه. عملنا كده في نص كميه الرقاق تحت، وبعدين حطينا العصاج، والعصاج لازم يكون بارد ما يكونش سخن. بعد كده هبتدي تاني اعمل الطبقات اللي فوق، نعملها بقى مع بعض بالتفصيل عشان احنا عملناها وانتوا في الفاصل. Thank you.
هقوم واخده كبشتين من الشوربه كبار، لو الرقاق ناشف هحط 4 مش 2، والعدد هنا مهم، معلش استحملوني. انتوا عارفين ان انا في العادي ما بحبش الدقه قوي، بس في الحاجات دي لا، انا عايزه اطلع احسن نتيجه. وبعدين هقوم واخده من السمنه دي وحاطه على الوش، وهدخل على الفرن على طول يا مدام ناديه.